نترك المنصة الكبيرة لنلتقي بالمنصة الأكبر ونستمع إلى بعض آراء حضراتكم وكلمات عن الديوان، ونلتقي الآن بالأستاذ سيد أحمد بكر. لا طبعا استمتعنا بكلام الاستاذ احمد والاستاذ محمد المسعيدي، هو مستمتع بالناس اللي موجوده، والف مبروك للاستاذ زكريا على حضرتك. طب شو بحط ليه بقى؟ لا قولش، لا هتقولش يعني. حاول قبل النوم ما يسند خده على رمشي ويتعكز على الاحلام، بحاسب نفسي 100 مرة على الحلوة وعلى المرة، وبحسب كل ثانية بكام، وبحسبها ديون وحقوق عشان النفس أمارة تمل بسوق، وعايزاني في سكتها فأقرا الورد أسكتها وأذكر رب روحي فوق، فتسري سكينة جوايا وألاقي الرحمة جاية بترمي سلام، فأتوضأ وأحضنها وأسمي الله. سنت ودعت يا أستاذ سيد.